مرحبا بكم محبي قناة الكابتن لتربية العصافير. قبل ان نبدأ الفيديو اتمنى ان تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرفع الوباء الغلاء وفيروس كورونا عن مصر وعن جميع دول العالم، ونصلي وسلم على سيدنا محمد اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة عن ازاي انتج طفرة البايد اللي انتوا شايفينها في الصورة دي. طفرة جميلة جدا وشايف الوان فيها سبحان الخالق متدرجة وفي منتهى الجمال والروعة. الطفرة اسمها البايد البايد بيتش، او في المصريين ساعات بيستسهل يعني وبيقول عليها البالو بيتش، يعني لما مثلا انت يا تشوفها مثلا هي حد يقول لك طفرة البالو بيتش اللي هي ايه، لكن اسمع العلم طفرة البايد. عشان في طفرة تانية اسمها البلد باللام، تختلف عن طفرة البايد دي اللي هي بالدال. طفرة البايد دي او زي ما سماها البايد البالو بيتش طفرة من الطفرات الجميلة. طب ازاي ننتجها؟ نقول اول حاجة عشان ننتج الطفرة دي صفتها ايه، هل صفة متنحية او صفة سادة او صفة مرتبطة بالجنس. وانا عامل فيديوهات كتيرة ازاي ننتج الطفرات السادة والطفرات المتنحية والطفرات المرتبطة بالجنس في طيور الروز والفشر وفي الكوكتيل وفي الاسترالي. فالقناة يعني ما شاء الله غنية ايه بعلم الوراثة. الطفرة دي من الطفرات السايدة السيادة تامة. فالطفرة السايدة سيادة تامة زي كده من الطفرات اللي هي سهلة في الانتاج، ودايما اللون الاخضر ده بتلاقيه لون سايد. والطفرات اللي هي كل الالوان اللي بتبقى غامقة بتسود على الطفرات اللي هي الفاتحة. دايما تحطها قاعدة في دماغكم، الطفرات الالوان اللي هي الغامقة بتسود دايما على الطفرات اللي هو البيضة. زي يعني مثلا الانسان هتلاحظ انت العينيه سودة مثلا، اذا كان الاب عينيه سودة والام عينيها خضر هتلاقي الابناء بيطلع عينهم سودة اللي هي ما طلعوش زي مامتهم عينيها خضر جميلة، تقول طلعوا زي ابوهم. فليه عشان او العكس يعني، ما ممكن الام عينها سودة والاب عينها خضر، فهتلاقي برضو العيال تطلع عينها سودة لان الصفة سايدة من السد. او اللون الابيض برضو بيسود، يعني لو واحدة سمرة متجوز واحد ابيض او العكس ممكن تلاقي صفة السمر يعني غلبت على الابناء لان هي من الصفات السايدة دايما اللون لما تشوف لون اغمق وجوزته الافتح منه في اللون هتلاقيها يسود عليها. فالطفرة دي صفة سايدة فسهل انتاجها بكل سهولة. طب ازاي يعني؟ خدت بالك لو توفر عندنا ذكر او انثى من نفس الصفة هننتجها في نفس في اول عشة هننتج منها. طيب مثلا انا عندي ذكر زي ده ولاتيني ده، ذكر لاتيني زي ده كده ريد فيس، وهجوزه لنتاية وعندي نتاية مثلا اللي هي بلد بيتش اللي فاتت هروح مجوزها له، هيطلع لي في العش خد بالك الاكتر هيطلع ذكور وناس بلد بيتش، يعني اللون الاخضر هيطلع من اول عش. وعشان اللاتيني ده ممكن هتطلع لك انثى او حاجه في العش خد بالك لونها لاتيني صفرة، يعني اللي هتطلع صفرة زي دي هتبقى عارفها انت بالوراثة، محددة الجنس بالوراثة هتعرفها انها انتاية. وانا خدت بالك برضو عملت برضو ازاي انتج طفرة اللاتيني ريد فيز زي كده، عملت ازاي انتجها بكل سهولة. طب نفترض انك انت عندك العكس بقى، يعني نفترض انك انت كان عندك الذكر اخضر بلد بيتش ده والنتاية اللي هي الصفرة زي كده، هيسود بقى هنا البلد بيتش على ممكن الانتاج كله يطلع لك بلد بيتش كله ذكور وناس في الحالة دي. بس هيبقوا الذكور هتبقى سبليت يعني حاملة لصفة اللاتيني اللي هي اللاتيني ريد فيز اللي انتوا شايفينها الصفرة دي اللي وشها الاحمر. طب لو انت ما عندكش لاتيني وحبات تجوزها الالبينو الابيض اللي فرد البيضه اللي من تحت دي البينو،
بس طبعا انا ما انصحش بكده. ليه؟ قول ليه؟ لان فرد الالبينو دوه اللي انتوا شايفينها من تحت دي ما شاء الله دي تعمل 600 جنيه لو هي ايه كبيره شغاله. لكن البلد بيتش ممكن مثلا الفرده اقصاها تعمل لها 300. فانت مش معقوله خدت بالك فرده ب 600 جنيه مثلا تروح مجوزها ايه لفرده ب 300 جنيه او ب 200 جنيه. فطبعا انت وقلت لك هي كمان صفتها سايده فهيطلع الاولاد كلهم ايه البلد بيتش، فطبعا انت هتبقى خساره عليك برضه ايه من الناحيه الماديه، يعني من الناحيه الماديه. طب لو انت عندك مثلا ذكر اخضر او ذكر اخضر زي كده او نتايه مثلا خضراء وعندك الفرد بلد بيتش سواء كان ذكر او انثى، ما احنا اتفقنا مع بعض سواء ذكر او انثى. طب اللون الاخضر ده اللون ايه اللي انتوا شايفينه الاخضر ريد فيس، وشه احمر يعني، ودي الطفرة السائدة اللي هي موجودة في الطبيعة بكثرة وانتجت منها كل الطفرات. فالطفرة اللي هي الخضرة دي هتسود طبعا على البلد بيتش ايه هتبقى سايدة عليها لو انت جوزت ذكر او انثى، بس برضو ايه هيطلع مثلا ممكن يطلع لك فردة او فردان ايه بلد بيتش لان هي برضو صفة في صفة سايدة. لكن السيادة اللي هتكون اكتر او خدت بالك ايه للفرد الاخضر ده، لان هو زي ما انا علمتكم او قلت لكم في بداية الفيديو ان اللون الاغمق دايما ايه بيسود على اللون ايه الافتح شوية. فكده. لكن انت لو جوزت ذكر وانثى خضر زي كده ليه طفره البلد بيتش برضه هتنتج ايه منها. طب لو عندك الفرد ابيض لاتيني زي كده اللي هو وجوزتها، فانا قلت لكم ما انصحش بالجوازه دي، لكن هنقول الانتاج كله هيطلع طبعا ايه بلد بيتش، خدت بالك ذكور واناث. طب لو كان الذكر اللي هو الالبينو ده، الذكر لو كان البينو مع البلد بيتش ممكن ايه يطلع لي في العش فرد ايه البينو، يعني هتطلع انثى زي ما انا قلت لكم هي محدده الجنس بالوراثه، ممكن يطلع ايه او كل مثلا عشان ثلاثه تروح مطلع لك فرد البينو، لكن الغالب هتسود عليها ايه طفره البلد بيتش عشان ان هي انا قلت لكم هي طفره سايده. طب لو انت عندك ذكر وانثى، لو انت عايز كل الانتاج يطلع ايه كل الانتاج يطلع بلد بيتش وتريح دماغك مثلا، يبقى عندك جوز ذكر وانتهى بلد بيتش، هتجيب جوز ذكر وانتهى بلد بيتش وهتروح مجوزهم لبعض فهيطلع لك كل الانتاج يا بلد بيتش. ودي تقريبا كل حاجه يعني عن هذه الطفره الجميله، وزي ما انتم شفتوها هي تقريبا، ودي تقريبا كل هي حاجه عن ازاي ان انا انتج الطفره هي اللي هي الجميله هي البلد بيتش دي، وهي سعرها يعني مش غالي قوي، هو تخش في اللاتيني مثلا او تغلى شويه او يعني في حدود زي اللاتيني ريد فيز اللي هو لونه اصفر دماغه حمراء، فانت يعني طفره برضو محبوبه يعني لان هي زي ما انتم شايفين هي الوانها جذابه والوانها حلوه خالص، يعني بصراحه انا يعني بقعد ابص عليها كتير العصفوره دي. ولسه انا خدت بالك ايه يعني هي انتاية بس انا لسه ما انتجتش منها، كنت بحضن تحتيها سبحان الله لان هي انا كنت جايبها من واحد وكانت صغيره وطلعت نتاية وهي اتجوزت، بس هي كل اللي كان اللي بيطلع الباب بتاعها فانا قلت سيبها زي بعض عشان هي لسه صغيره ممكن ما يكونش عندها خبره، فكل كان الباب بتاعها كان بيطلع فاضي فقلت مش اشكال، لكن كانت حلوه ان انا بحضن فيها. يعني ايه بحضن؟ يعني انا مثلا لما بيفجس مثلا عصفور او عصفورين من طيور تانية غاليه مثلا زي الالبينو او الريد فيس او الاورنج، فدي عصافير غاليه يعني الفرد منهم مثلا الجوز منهم يعمل مثلا ايه الكبير ب 1200 او حاجه والجوز الصغير بيعمل 600، فطبعا غالي، فانا بقول ان حضن ايه تحت مثلا عصفور زي كده ارخص شويه ومنها ايه يبقى انا كسبت وقت في الاثنين، فاروح محضن وهي بحضن تحتيهم، فكانت ما شاء الله تبارك الله ايه بتطلع اللي انا بحضنه تحتيها، فعشان كده ما رضيتش ان انا ايه ان انا مثلا ابيعها او كده، قلت خليها بحيث ان انا ايه احضن تحتيها، ومنها انا ايه معجب بشكلها الجميل سبحان الله، يعني انتوا شايفين يعني الصور كمان مش عطيها حاجه ده في الطبيعه، خدت بالك انت ايه شوف سبحان الخالق العظيم تناسق الالوان في منتهى الجمال والروعه.
وقلت لكم اسهل طريقه انك انت عشان تنتج هتجيب ذكر وانثى، لكن لو ما عندكش توفر عندك ذكر او انثى خدت بالكم هتنتجها من اول عش، مفيش مشاكل يعني سهل انتاج. وما تنسوش يا جماعه فيش لا أم اي حد يتفرج على الفيديو يعمل لنا لايك، لان اللايك بيرفع الفيديو، وكمان اشتركوا في القناه. طبعا اشتراككم في القناه بيدعمنا لتقديم كل مزيد، وحاولوا تنشروا فيديوهاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك والواتس وكل مواقع التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.